وصلنا معكم لأحوال الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله على محافظات ومدن الجمهورية. التفاصيل مع رغدة، تفضلي. شكرا نهى توفيق ومصطفى مزار. والآن مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء. وهذه هي درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية. نبدأ بالقاهرة 34-23 الطقس حار، الإسكندرية 30-23 الطقس أيضا حار، مطروح 29-22، بورسعيد 32-24، الإسماعيلية 35-23، ننتقل إلى السويس 34-23، العريش 31-22، طابة 32-21، شرم الشيخ 38-27، الغردقة 37-28، الأقصر 39-27، أسوان 40-28، الوادي الجديد 39-25، شلاتين 38-26، أخيرا حلايب 33-28. والآن مشاهدينا نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية وأيضا العالمية.